وسنصبر وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تشتبع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع الخصوم. روى الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين، لن يغفل سبحانه عما بين البشر. ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة لتؤدن الحقوق لأهلها، عند مسلم في صحيح: حتى إنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجنحاء. والله لن يضيع حق عند الله، والله لن تضيع قولة حق عند الله. وما قلناها لك ولا للإخوان ولا للسلفيين، وإنما قلناها لرب العالمين وحفاظا على كل المسلمين. قالوا: تحزن لأنهم باعوك؟ قلت: لو قلتها لهم لتألمت، أما وإني قلتها لربي فلا أتألم. وأقولها أخيرا: من استوى تبرها وترابها في يده لا يستطيع أحد الحقاب.